لقى كريم نجل المذيع بقناة النهار مروى ميمي مصرعه بطلق نار بالخطأ أثناء وصلة هزار مع إحدى أصدقائه داخل شقة في الزمالك. وقسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا من الأهالي بسبب سماع صوت إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك. وتم ضبط السلاح والتحفظ عليه من رجال المباحث، والسلاح يخص والد المتهم ومرخص، وتبين أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي. وطلبت المذيعة مروى أحمد بقناة النهار حق ابنها الذي قتل بطلق نار بالخطأ في منزل صديقه والذي يبلغ من العمر 15 عاما. ونشرت مروى صورة ابنها على الفيسبوك وعلقت عليها قائلة: عايزة حق ابني اقفوا معايا، كان رايح يوم اجازته يلعب مع اصحابه بلاي ستيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كده، اقفوا معايا كلكو قلبي اتكسر. وقام عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في نجل الإعلامية مروى ميمي الذي يقام في منطقة شبرا مصر، ومن أبرز الحضور الفنانة زينة التي ظهر عليها الحزن الشديد، والفنانة مها أحمد حيث ظهرت وهي تبكي فور وصولها العزاء، والمطرب الشاب مصطفى حجاج الذي وقف يأخذ بنفسه واجب العزاء مع والد الطفل، ولاعب النادي الأهلي أيمن أشرف وسعد سمير الذي جاء بعكاز، وأيضا لاعب الزمالك السابق أحمد سمير فراج.